قد ما الاولاد عم ببلشوا بعمر صغير انه يفتحوا الكمبيوتر وصاروا عرضه فعلا لكل السايتس، وايضا لقديش صار العالم صغير وصاروا يقدروا يتعرفوا على كل شيء امامهم على الشاشه وعلى الكمبيوتر، الاهل دائما بخافوا، هل هالشيء امن؟ هل هالشيء ممكن يفتح لهم افاق جديده او ممكن عم بياثر عليهم سلبا؟ لهالسبب رح تحكي اليوم مايا مع ضيفتها عن موضوع كيف ممكن واحد يحمي اولاده اونلاين او يعمل تشايلد بروتكشن بفقره بوقتها. مايا صباح الخير. صباح الخير. كمان اخيرا اليوم طلعنا سوا اليوم بوقتها مرة. بقى صار نطلع مع بعض صار بوقتها 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 يعني نطلع سوا اليوم، فاذا مرحب كمان فيك اليوم بوقتها، وكمان ماريا اهلا وسهلا فيك كمان اليوم بعالم صباح. فاذا مثل ما قلنا موضوع كثير اساسي وكثير بخوف الامهات. انا بتذكر في مره سمعت ام عم بتقول انه انا فتحت فيسبوك باسم يعني باسم مستعار لحتى تعمل فريند مع ابنها او مع بنتها لحتى تشوف كيف بصير التعاطي، لانه كانت خايفانه كل الوقت شو عم بيصير وشو عم بيسمع يعني او مين عم بيحط فريندز له او لا. فعن جد يعني كثير عندهم الهاجس الاهل وبدلهم خايفانين لانه الاولاد هيك على الكمبيوتر. صحيح يعني. هلا هي اكيد مانا الطريقه السليمه حتى نتابع اولادنا كيف، واليوم رح نشوف سوا. هلا جمعه الماضي نحن تعلمنا سوا كيف نفتح ايميل اكاونت على الجيميل ونقدر نبعث لحيلا شخص بكم كبسه زر ايميل، هيدا شيء كثير حلو. بس اكيد في اشخاص يعني مثل ما بالحياه اليوميه في اشخاص منيح وفي اشخاص عاطلين، هن ذاتهم موجودين على الانترنت، مشان هيك فيهم يستعملوا الايميل بطريقه عاطله ويستعملوا الانترنت ككل تا يمكن ينتحلوا شخصيه او يسرقوا مرات، يعني في كثير اشياء عاطله معقول تصير على الانترنت. يعني خليني افرجيكم مثلا هالرسمه، عم نشوف ويب سايت حلو، وش عم بيضحك، بس نحن هيدا بس من برا عم نشوف، يمكن وراه يكون مخبى شخص حاطط فيروس، حاطط طريقه تيسرق الكريدت كارد، مشان هيك كل هالمعلومات نحن لازم ننتبه لهم لحتى نحمي حالنا منهم. شخص الشرير. هلا هون اكيد لازم نوضح شغله انه التكنولوجيا منا عاطله، هي فكره كثير غلط بس ناخذها انه التكنولوجيا يي مش منيحه ما بحبها خلي اولادي بعيد عن فيسبوك، مش هي الطريقه اللي لازم نفكر، يعني معقول يستعملوها بطريقه غلط بس هي شيء كثير حلو أكيد. وفينا نستفيد منه مثل ما شفنا ومثل ما رح نكمل نشوف سوا. يعني هلا نحن علينا نحمي حالنا أكيد. بالنهايه هيدا الشيء اللي لازم نعمله، كيف بنحمي حالنا؟ لازم نعرف كيف، وفي كثير طرق الواحد بيقدر يعمل حاله. مشان هيك جمعيه حمايه اطلقوا مشروع جديد جمعه الماضي ومعنا ماريا اليوم لتحكي عنه. هالمشروع بيهدف انه يحمي الاطفال اللي عم يستعملوا انترنت لحالهم، لانه معقول يفوتوا على معلومات مش لعمرهم يعني شيء كثير بسيط، او كمان معقول ينأذوا، شخص يطلب منهم وين سكنين، ولازم يعرفوا هن انه في معلومات مش لازم تنعطى للاشخاص الغريبين أكيد. هالمشروع اسمه اي هيلب لاين وهو ويب سايت بيقدروا يدخلوا عليه الاولاد لحتى يخبروا عن شيء منه سليم صار معهم على الانترنت. خلينا نشوف ريبورتاج بيخبرنا اكثر عن هالمشروع الجديد. The internet and social media networks are great but they can also be dangerous. I'm having some trouble surfing the net and I don't know what to do or who to talk to. So you need online counseling for a better protection on the net. And you might also need legal assistance to pursue cyber criminals or hackers. Yes. Yes and yes. Then why don't you try the e-helpline? مشروع الاي هيلب لاين هو مبادرة على صعيد حماية الأطفال من حيلا يمكن تعرض أو إساءة معقول تحصل لهم هن وأونلاين هن وعلى الإنترنت. هذه المبادرة هي بالشراكة مع جمعية حماية بين مؤسسة الرؤية العالمية وجمعية حماية لبنان، أكيد كمان بالشراكة مع مكتب مكافحة الجرائم على الإنترنت ضمن قوى الأمن الداخلي. كل ولد اكيد في يستفيد من هذا الاي هيلب لاين ما دام هو قادر يفوت على الانترنت. هدف الاي هيلب لاين انه اذا ولد بده يقول شيء او بده يطلب نصيحه مش عارف من وين، متعلقه بامور العلاقه بالانترنت بالاونلاين، بده يستعمل هيدا البيج لحتى يقدر يوصل. هو اللي حينوضع اكيد بتصرف الاولاد، مكتوب يعني البيج مكتوبه بطريقه تكون تشايلد فريندلي، يعني تكون قريبه من الاولاد. نحن اكيد من خلال ورش العمل اللي مؤسسه الرؤيه العالميه او حماية
معي عم تعملون. اكيد كمان رح نخبر عن هذا الموضوع ونقول لهم فيكم تفوتوا نعطيهم اكيد صفحه الكترونيه بيقدروا يفوتوا عليها ويعبوها، وكل الاشياء اللي بيشاركوها معنا بترجع توصل لمطرح موحد مع السريه اكيد تبع العمل تحت نقدر بعدين نكمل نحن ونتابع هي الاشياء. كثير حلو عن جد وانترستينج، وكثير لازم الاهل دائما يشوفوا هيك شيء ويكونوا واعيين، ومثل ما قلت اهم شيء لما واحد بيعرف كل شيء ما بيخاف من شيء ابدا، بيكون حامي حاله. اكيد. ماريا كيفك؟ الحمد لله. كيفكم؟ خبرينا شوي اكثر عن هالمشروع وليه عملتوا. اول شيء بدي اشكر الفيوتشر لانه وكبونا بالحدث بحدث اطلاق المشروع وبحرفيه كثير عاليه وبهيك بشراكه صراحه انه كانوا معنا بهذا النهار. الهيلب لاين خلقت فكره من وورد فيجن وحمايه. وورد فيجن هي وورد فيجن الرؤيه العالميه مؤسسه انترناشونال ان جي او بالتعاون مع حمايه يلي هي اليابانيز ان جي او. بمواكبة هالعالم يلي كنتوا عم بتقولوا بالمقدمة إنه العالم صار عالمين، صار عنا العالم الحقيقي والعالم الديجيتال أو الفيرتشوال يلي بنسميه، والولاد يلي عم بيخلقوا بهالعالمين مجبورين يتعرفوا على العالمين بطريقة إيجال، بطريقة متوازية مزبوط وسليمة. ما بنقدر نقول إنه هذا العالم مش موجود وما رح نمنع الإنترنت عن الأولاد. بذات الوقت مثل ما قلتوا ما فينا كمان نكون كثير هالقد عم نراقب الاولاد بطريقه ونخاف من الانترنت ونقول لا لازم نمنعهم يستعملوه او نسمح لهم توتلي بلا ما نكون هالقد قرب منهم. فكره الاونلاين سيفتي يعني الحمايه عبر شبكه الانترنت بلشت عالميا تقريبا 2004 ومنظمات عالميه مثل الانسيف جمعوا كل البلدان الاوروبيه لا يعملوا مثل كوميتي مثل منظمه كبيره تشتغل بكل البلدان على مشاريع لحمايه الولد عبر شبكه الانترنت. بالشرق الاوسط بلدان مثل عمان وقطر فلسطين المحتله وايران بلشوا كمان مبادرات لهالاكتيفيتيز او لتدريبات او نشاطات لحمايه الاولاد على الانترنت. طيب عندي سؤال، يعني من شو بدنا نحميهم؟ اذا فينا نفوت تفاصيل اكثر، شو انواع الاذى اللي معهم؟ يعني هو في الاي هيلب لاين كان اول مشروع بالشرق الاوسط، يعني لبنان هو الرائد مثل دائما مثل ما عودنا دائما رائد يعمل مشروع على صعيد وطني متكامل بالتعاون مع جميع الأطراف اللبنانية الرسمية والاجتماعية لنعمل مشروع اسمه إي هيلب لاين. إي هيلب لاين أول شيء الإي بدل على الإلكترونيك، والهيلب لاين هو مثل خط مساعدة. خط مساعدة عبر الإنترنت. الإي هيلب لاين مثل ما شفناه على التمبليت، وبدي أشكر نور وجهاد يلي كانوا عم بيعملوا تيستينج على التمبليت تبع الإي هيلب لاين. الإي هيلب لاين كناية عن صفحة أو نموذج موجود على حاليا موجود على صفحة حماية على ويب سايت حماية يلي فينا لايف نشوفها. كرمال الاهل اللي عم يحضرونا هلا بالبيت رح نفرجيهم كيف هن فيهم يعلموا اولادهم ويقولوا لهم اذا تعرضتوا لشيء فوتوا على هالويب سايت. خلينا نفوت سوا. اول شيء بنفوت على حمايه.org وبندخل. هيدا ويب سايت حمايه. دغري اول ما ندخل بنشوف صوره مع اولاد، يعني انتم عاملينها بطريقه قريبه للقلب للاولاد، هذا شيء كثير حلو. هدف النموذج الايكون والنموذج كان صراحه الفريق المتخصص من حمايه عمل الدراسات وعمل البرين ستورمينج الكافي ليعمل نموذج سهل الاستعمال بيشبه الاولاد بيحكي لغتهم. ما استعملنا تعابير كثير صعبه او هيك ثقيله ليفهموا شو بدهم يكتبوا ولما يخافوا بذات الوقت. أكيد. يعني كان هدفنا لا نقدر نساعدهم، نقول لهم انه فيكم توثقوا فينا وبذات الوقت نحن واضحين معكم ان كان بالنموذج او بالاشياء اللي رح نشوفها هلا حد النموذج. عم نعطي كل التفسيرات اللازمه للولاد ليعرفوا يستفهموا عن هذا المشروع. طيب. ولا يقدروا يستعملوا. خلينا نشوف سوا. بيدخلوا بيحطوا اسمهم وعمرهم لانه اكيد حسب العمر يمكن يتعرضوا لغير انواع اذى او يمكن يستوعبوا اكثر شو عم بيصير معهم اذا كانوا كثير صغار. يمكن النموذج كثير هين، في الاسم العمر
والجندر. فيكم سوري فيكم الاسم انونيمس يعني بلكي الولد ما بده يحط اسم. اكزاكتلي ثانك يو. او انه ايه يعني مجهول ايه على الكومنت لانه اول ثلاث فيلدز هن اوبشنال يعني الولد في واضح على الفيلد بيقولوا للولد اذا بدك بتحط تكتب اسمك او بتكتب عمرك او بتكتب الجندر. ومثل ما عم نشوف هون حاطين انتم موضحين انه ايميل حطوا الايميل لحتى نقدر نحن نجاوبكم. اكزاكتلي قولوا لنا شو المشكله بس هوديك الايميل والفيلد اللي بده يكتب السؤال فيه هن فيلد ريكوايرد لانه نحن لنقدر نرد عليه. بس العمر لا مهم يعني كمان يمكن الاسم اقل بس العمر مهم. مزبوط هن الانفورميشنز العمر الجندر والعمر مهمين لنقدر نكفي مع الولد لانه نحن الولد رح يبعث لنا سؤال بس هذا السؤال ما عنده جواب واحد. اكيد اوقات بيكون عنده جواب بس صغير لانه الاسئله اللي بدهم يسالوهم الاولاد هن مقسمين على كذا كاتيجوري يعني الولد في يسال اشياء تكنيكال اشياء تقنيه يعني كيف يحمي حاله على بالبروفايل كيف شو هن السيتنجز اللي فيه يستعملهم ليعرف يحط الحدود بينه وبين الفريندز تبعوله كيف بيعرف هيدا فيك بروفايل او بروفايل حقيقي كيف بيعرف مثل ما فرجيتي مايا اول شيء هالشخص يلي كثير عم بيبتسم وكثير حلو على بالصور تبعوله اللي عم نحكي معه ان كان فيسبوك او كل السوشيال ميديا اللي عم يستعملها الولد او حتى الام اس ان والايميلات من يفرقوا من هذا الشخص يلي كثير بشيع ومخبى ورا هالاكران وعم بيشتغل هيك تحت لتحت مثل ما بيقول. طيب قبل ما ننهي ماريا لو خبرينا عندكم مشاريع مستقبليه تطوروا يعني هالمشروع يمكن يصير مزبوط. تليفون مش بس على الانترنت مثل ما اعلناها بنهار اطلاق المشروع انه هذا المشروع خلق اليوم بس هذا المشروع بصدد التطور لمده 6 شهور. بدي اشكر كل الاشخاص اللي كانوا موجودين باطلاق المشروع من وزاره عدل من وزاره الشؤون من وزاره الداخليه من خلال قوى الامن الداخلي ومكتب مكافحه الجرائم المعلوماتيه والامن العام وزاره التربيه وكل الجهات يلي بلبنان يلي هي مختصه بحمايه الولد بحمايه بالاجمال وبحمايه الولد بالاخص. التعاون الأكثر شيء مباشر بده يكون مع سايبر كرايم يونت يعني مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. بدي كمان أشكر الجنرال برادعي والليوتنان كولونيل بيتار يلي عن جد حطوا جهود لينجحوا هذا المشروع وراح يكونوا هن الجنود يلي عم بيواكبوا هالمشروع بالحماية بالحالات ميرسي كثير ماريا مشروع كثير حلو وخبروا أولادكم عنه بالبيت خليهم يستفيدوا منه وخليهم نستعمله ونستفيد منه على الآخر. أكيد أنا بحب أطلب منكم مثل كل مرة بعتوا لي إيميل على الإيميل اللي كان عم يقطع قدامكم على الشاشة بوقتها @future.com.lb إذا عندكم حال لسؤال إذا عندكم حال لموضوع حابين نحكي عنه خبرونا عنه ونحن بنحكي عنه. وبحب أبعث تحية لهند لأنه بعثت لنا إيميلات كثير حلوين الجمعة الماضية من سلطنة عمان ميرسي كثير هند وجمعة الجاي بنكمل بموضوع جديد. أكيد أكيد شكرا لك مايا وماريا يعني مثل ما قلتي كثير حلو لما بتكون عم تتضافر الجهود بين كل هال يعني الاشخاص اللي عم يشتغلوا مؤسسات يعني ان كانت حكوميه او ان كانت غير حكوميه خاصه وانه كمان انت معالجه نفسيه يعني كمان بسيكولوج يعني معنيه مباشره بالاطفال. شكرا لك مايا. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات رح نكون مع مفاجاه الموسم او اللي حضرنا لكم اياها بلشنا نخبركم عنها من بدايه عالم صباح واللي هي تشيز كيك البارده لليوم مع الشيف فيصل بعد لحظات ورشه ملح.